أخذنا في الدرس الماضي ما هو التوحيد. عرفنا أنواع التوحيد الثلاثة. وأخذنا فيما تقدم لماذا ندرس التوحيد. أنت ترى الآن كثير من الناس يبحث عن الراحة عن السعادة. وتجد أكثر أماكن للانتحار عند الشواطئ والمراقص وهذه الأماكن اللهو. لماذا؟ يعني يكثر الانتحار أي عند الأماكن التي عند الشواطئ وعند أماكن اللهو والغنى وكذا. لماذا يكثر الانتحار؟ يعني يقتل نفسه. نعم. Et majorité ban suis cas suicide qui nous trouvait, y a une demande la loi pour ban timoun zot suis. Ban timoun nous peut gagner happiness d'après zot de sa ban la loi, ban bat, zot aller, mais c'est moi l'aime ta ban la loi pour ban ban timoun, zot suicide. En cause. وبفضل الله لا تجد أحد ينتحر في المساجد. Et par le travail Allah, nous pas toute personne y a suicide sur les bords des masjids. لماذا؟ En cause. لماذا تجد الانتحار عند الشواطئ عند المراقص عند الملاهي ولا يوجد انتحار في المساجد ولله الحمد؟ هذا تليفون. لو إنسان يأخذ هذا التليفون ويفتح الماء ويبدأ يصب الماء هنا على التليفون ويشرب هكذا. إيش نقول عنه؟ ماذا نقول عنه؟ مجنون. لماذا؟ لأن هذا الجهاز ليس لشرب الماء أو يدق به في الأرض مثلا يحفر به الأرض. هذا الجهاز لماذا؟ صنع لماذا؟ للاتصال إرسال رسائل كذا صحيح؟ طيب أنت خلقت لتلعب لتأكل تنام؟ لا، خلقت لغاية. ما هي؟ العبادة. فإذا اشتغلت في هذه الدنيا بالعبادة تسعد والله. إذا اشتغلت بغير العبادة الحياة ضنك. من أفضل الأوقات عندنا شهر رمضان. لماذا؟ في رمضان أكل قليل وعمل كثير وترتاح في رمضان. لماذا؟ لأنك تسخر هذا البدن، تجعل هذا البدن يعمل فيما خلق له وهو عبادة الله سبحانه وتعالى.